والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. نعم، تنضم إلينا فيها الزميلة ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا رجاء، شكرا سحر، ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لتفعيل الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والعراق، وكذا تسريع وتيرة التعاون المتعلقة بمشاركة الشركات المصرية في جهود البناء وإعادة الإعمار في ربوع العراق. وأعرب مدبولي خلال استقباله السفيرة العراقية لدى القاهرة عن تمنيات مصر بالتوفيق للحكومة العراقية الجديدة، والتأكيد على مساندة مصر لكل جهود التنمية والاستقرار في العراق الشقيق. من جانبه تطرق سفير العراق إلى التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، مستعرضا أهم الموضوعات المقترح أن يتم تناولها خلال الاجتماعات. كما أكد أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على آليات جديدة لتعزيز مشاركة الشركة المصرية في جهود إعادة الإعمار في العراق. بحث وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي مع سفير الصين لدى القاهرة لياو ياتشينغ تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي. وخلال اللقاء استعرض الجانبان عددا من الملفات المهمة لوضع آليات تدعيم التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، كما تم مناقشة استراتيجية قطاع الطيران المصري والمشروعات الحالية التي تهدف إلى جذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية والتجارية بين مصر والصين، حيث تعد مصر مقصدا سياحيا هاما لدى الشعب الصيني. اجتمع وزير التنمية المحلية هشام أمنة مع محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية. وخلال اللقاء حرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة، مع البدء في إقامة معارض أهلا رمضان بجميع مراكز ومدن المحافظة، وأكد السيطرة على الأسعار في الأسواق والتصدي لجشع التجار استعدادا لشهر رمضان المبارك. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع للمؤشرات باستثناء EGX70 وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1020 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 15% ليغلق عند مستوى 15551 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 7% ليغلق عند مستوى 2807 نقاط. وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 16% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط مع تحسن توقعات الطلب في الصين وتزايد المخاوف بشأن تأثير العقوبات على الإمدادات الروسية. وصعد خام برنت بنسبة 1.69% ليسجل مستوى 84.10 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.05% إلى 78.37 دولار للبرميل، بينما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 97% لتصل إلى 3.18 دولار للتر، وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5% لتسجل 3.9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وشهدت أسعار الوقود بمختلف أنواعه قفزة كبيرة في لبنان بالتزامن مع الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار الأمريكي، والذي سجل في افتتاح التعاملات مستويات غير مسبوقة في السوق غير الرسمية. وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية أكثر من 47 ألف ليرة للدولار الواحد، وهو مستوى غير مسبوق على الإطلاق، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع جميع أسعار السلع في الأسواق. ويظل سعر الدولار في البنوك مثبتا عند حد 1500 ليرة للدولار الواحد.
ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرجائي وسحر لمتابعة النشر، إليكما. شكرا لك ليلى.